للزمالك. في عيل بقى عمل تويتر بيسأل أمير أنت مين يالا؟ هو مين؟ لا يا عم، ولا هرب من الفريق من النادي بتاعه، ولا لسه عيل، ولا راح خرابات أوروبا. بلاش احنا يا ابني، بتقول وحات أمك؟ أنت بتقول وحات أمك؟ يا عم الله يسامحك، الله يسامحك، أنا مش حامل لك حاجة. وأنت بتقول وحات أمك هتربي أمير؟ أنت هتربي أمير؟ ضابط الشرطة المحترم، المحامي المحترم، مش هرد عليه.